نيجي لموضوع الصور بال HTML. الصور بتحسن التصميم والمظهر لصفحات الويب. عندي المثال انه حطينا صورة معينة، بنلاحظ انه عرض لي الصورة بشكل ممتاز. كمان عندي عرض لي الصورة وعنوان الصورة، إذا حطينا على source اسم الصورة دوت لاحقة الصورة أو نوع الصورة alt إذا ما حملت الصورة، أيضا عرض الصورة وارتفاع الصورة. كمان عندي مثال ثاني نفس العملية، مثال ثالث عندي ال HTML. الصور السينتاكس تبعها هو شو بال HTML؟ تعرف عن طريق ال image tag img. ال image tag هي فاضية، يعني شو؟ يعني ما لهاش closing tag، يعني ما لهاش تذكير، بتحتوي على ال attributes فقط وما بتعملش closing tag. source بتحدد لي ال URL او عنوان الويب للصورة. كمان عندي الالت اتريبيوت، الالت اتريبيوت بتزود لي بتزود ب نص بديل للصورة اذا المستخدم عنده لسبب معين ما قدرش يعرض الصورة بسبب بطء الاتصال بالانترنت او خطأ بمصدر الصورة، او حتى اذا المستخدم بيستخدم سكرين ريدر. الفاليو او قيمة الالت راح تنعرض بالصورة. image source الالت كمان عندي هون، اذا المتصفح ما بيفتح او ما لقى الصورة راح يعرض لي قيمة الالت. يعني هو مثلا هذا المثال هون مثلا، وقلت له شغل، ملاحظ انه الصورة ما لقاهاش، حط لي الالت لمكان الصورة. كمان عندي الالت هي مطلوبة بصفحات الويب. صفحة الويب ما راح تعمل فاليديت بشكل صحيح بدونها. حجم الصورة، العرض والارتفاع تبع الصورة، بتقدر انك تستخدم الستايل مشان تحدد العرض والارتفاع للصورة. الستايل هو تبع السي اس اس اللي متفقين عليه، ستايل يساوي width مثلا 500 بكسل، هاي 600 بكسل. ايضا شيء بديل انك تستخدم ال width وال high attributes، يعني بدون الستايلز تبع ال css مباشرة، width و high. كمان ال width وال high attributes دائما بتعرف لي العرض والارتفاع للصورة بالبكسلز، بدون ما احط بكسلز افتراضيا بيعرف لي اياها بالبكسلز. كمان عندي ملاحظة، دائما حدد العرض والارتفاع للصورة. اذا العرض والارتفاع مش محددين، الصفحة ربما تعمل فليكر لما الصورة تتحمل. كمان العرض والارتفاع او الستايل، العرض والارتفاع والستايل، العرض والارتفاع والستايل هي اتربيوتس فعالة او يعني قابلة للتحقيق بال HTML. ومع ذلك نقترح دائما نستخدم الستايل. هذا الشيء بيمنع الستايل شيتس من تغيير حجم الصور. يعني هون مثلا حطينا له الايمج ستايل هو 100 مثلا، وهون داخل الايمج حطينا، يعني شوف هذا المثال داخل الايمج حطينا له ستايل ويث وهون ستايل. بنلاحظ الفرق بين معنا بشكل ممتاز جدا بين الويث والهاي والستايل. يعني هون مثلا لو قلت له شغل، بنلاحظ انه هون بالصورة الاولانية لما حطيت له ويث وهاي اتريبيوتس
اخذ لي الستايل تبع كل الصفحة، بينما لو حطيت له انلاين ستايل هون شو عمل لي؟ حدد لي الستايل اللي بدي اياه للصورة هاي المعينة، اذا حدد لي ابعادها بشكل صحيح، بينما هاد حدد لي الابعاد للستايل الصفحة كلها. كمان عندي الصور بملف ثاني، هون بنستخدم الباثس. اذا مش معرف المتصفح بيتوقع انك توجد الصورة بنفس المجلد تبع صفحة الويب، ومع ذلك هو شائع انك تخزن الصور بصف فولدر يعني ملف فرعي. يجب انك تضمن اسم المجلد بالسورس اتربيوت، يعني هذا المثال، يعني هون قلنا سلاش بيرجع لي مجلد لورا، ملف ال HTML موجود، ارجع لي مجلد لورا، بعدين اسم المجلد اللي هو images داخله ملف الصورة، بعدين سلاش، اذا بحط لي اسم الصورة. كمان عندي الصور بسيرفر ثاني، بعض مواقع الويب بتخزن الصور بسيرفرات للصور بشكل طبيعي، انه تستخدم صور للوصول من صف او من عنوان ويب بالعالم. الصورة هون مثلا على الموقع الويب مباشرة، بتحط رابط الويب، بعدين هون بتحط الالت اذا ما حمل الصورة. كمان عندي اللي هو الانيميتد ايمج، الصورة اللي بتعمل انيميشن او تحريك. ال HTML بيسمح بالانيميتد جيفس، لواحق الجيف. هون عندي مثلا هذا المثال، خلينا نشوف. يعني هي الصورة المتحركة، لو شغلناها بنلاحظ انه الصورة المتحركة بيدعمها ال HTML. كمان عندي هون الصورة كرابط، تكلمنا عنها بالروابط، لما تضغط على الصورة بينتقل لرابط معين. كمان عندي ملاحظة البوردر صفر، هو إضافة ممنوعة بالإنترنت إكسبلورر 9 والنسخ اللي قبله، من العرض الحد أو البوردر حوالين الصورة لما الصورة هي كلينك. الصور الفلوتينج كمان نستخدم السي اس اس فلوت، خاصية الفلوت، مشان شو؟ مشان نسمح للصورة انها تكون فلوت على مثلا الرايت او الليفت، اليمين او اليسار من النص. يعني هذا المثال مثلا حطينا له نص معين، بعدين حطينا له الصور، بدي اياها فلوت على اليمين او على اليسار تثبت، فبالتالي النص راح شو بشكل تلقائي انه يعمل محاذاة معه. يعني هون مثلا لما حملنا الصورة عمل محاذاة، وهون لما حملنا الصورة عمل محاذاة. كمان عندي سكرين ريدرز اللي هي قارئات الشاشة، هي برنامج برمجيات يلي بيقرأ كود ال HTML، بيحول لي النص وبيسمح للمستخدم انه يشوف المحتوى. قارئات الشاشة هي مفيدة للناس يلي ما يعني عندهم ضعف بالرؤية او عندهم صعوبات التعلم. اذا تكلمنا عن الايمج، ايمج تاج بيعرف لي الصورة، بال HTML السورس بتعرف لي URL للايمج، كمان عندي الالت بتعرف لي نص بديل للصورة إذا ما انعرضت، كمان عندي الويث والهاي اللي هم ارتفاع وعرض بيعرفوا لي حجم الصورة، والسي اس اس ويث وهاي كمان خصائص بتعرف لي الحجم للصورة، بدائل يعني خيارات. كمان عندي السي اس اس فلوت بتخلي لي الصورة فلوت. ملاحظة، تحميل الصور بياخد وقت، الصور الكبيرة ممكن تبطئ صفحتك، استخدم الصور بحذر. كمان عندي التاجات تبع الصور اللي هي الايمج بتعرف لي الصورة، ماب بتعرف لي ايمج ماب،
صورة خريطة يعني، أو أريا بتعرف لي كليكيبل أريا يعني منطقة قابلة للنقر داخل الصورة. أيضا عندي البيكتشر بتعرف لي محتوى لمصادر صور متنوعة. كمان عندي إذا تكلمنا عن الصور راح نتكلم عن الإيمج ماب، أيضا موضوع مهم بالصور. الإيمج ماب، مع الإيمج ماب تقدر إنك تضيف كليكبل أريا يعني منطقة قابلة للنقر على الصورة. كمان عندي هون الماب تاج بتعرف لي إيمج ماب على الصورة مع مناطق قابلة للنقر يعني. وعندي كمان لما تضغط مثلا هون على الكمبيوتر أو على الكوب القهوة، شوف هون مثلا هذا كوب القهوة، لو قلت له مثلا الجوال راح ينتقل إلى الجوال. كما لو قلت له على الكمبيوتر، إذا مناطق مختلفة داخل الصورة. هذا هو الإيمج ماب. كمان عندي إذا هذا هو نفس الموضوع، ماب نيم أريا شيب كوردز والالت والهرف. شلون بتشتغل هذا الموضوع؟ شلون بيشتغل؟ الفكرة انه من الصورة ماب للصورة هو بيخليك بيسمح لك انك تقدر تعمل افعال مختلفة معتمدة على المكان من الصورة اللي نقرت فيه. لتنشئ الماب ايمج ماب تحتاج انك صورة وايضا لخريطة بتحتوي بعض القوانين اللي بتوصف المناطق المعينة. الصورة مثلا عندي هون تدرج باستخدام الايمج تاج. الاختلاف الوحيد من الصور الثانية انه هون لازم تضيف يوز ماب اتريبيوت اللي هي هون يوز ماب واسم الماب. كمان عندي هون يوز ماب تبدأ بالهاش هاشتاج. كمان عندي تتبع باسم الايمج ماب وايضا تستخدم بانشاء العلاقة بين الصورة وايمج ماب خريطة الصورة. تقدر تستخدم اي صورة كخريطة صورة. الماب بعدين بتضيف الماب تاج الماب وهون اسم الماب ماب نيم اسم الماب باستخدام لانشاء خريطة الصورة. وايضا بيربط مع الصورة عن طريق استخدام اسم نيم يعني نيم اتريبيوت. كمان عندي النيم اتريبيوت لازم يكون نفسه باليوز ماب اللي حطيناها بالصورة الاساسية. كمان عندي ملاحظة، ربما ادرجت الماب عنصر الماب اي مكان بتحبه. هذا الشيء ما بيسمح لك انك تدرجه يمين بعد الصورة. المناطق الأريز بتضيف بعدين بتضيف المنطقة القابلة للنقر تعرف باستخدام الأريا أريا إليمنت. الشكل أو الشيب لازم يعرف لي الشكل للمنطقة. وأيضا بتقدر إنك تختار واحد من هاي القيم اللي هو الريكت، بعرف لك ريكتانجولر ريجون يعني منطقة مربع أو مستطيل. سيركل بعرف لك دائرة منطقة دائرة. وبولي بعرف لك بوليجونال ريجون منطقة بوليجونال. وكمان ديفولت بعرف لك انتير ريجون يعني كل المنطقة. الكوردينيتس كمان عندي لازم تعرف الكوردينيتس يعني المحاور مشان تقدر انك تحط المنطقة القابلة للنقر على الصورة. الكوردينيتس تيجي مع بعض ازواج، واحد للإكس محور الإكس وواحد محور الواي. الكوردينيتس مثلا 34 و44 ملاحظ بالصورة متوضعة ب 34 بكسل من اليسار و 44 بكسل من الأعلى. مثلا هون الكوردينيتس 270 و 850، 270 من اليسار و 350 من الأعلى. نفس العملية الآن
هون عندك صار في عندك بيانات كافية لتنشئ منطقة قابلة للنقر بالصورة. بنحط الشيب، نوع الشكل مستطيل، بعدين الكوردس المحاور، كمان اللي هو اكس واي البداية واكس واي النهاية، كمان الهرف اللي هو الرابط. هون عندي هاي هي المنطقة القابلة للنقر، صارت قابلة للنقر، وراح ترسل المستخدم للصفحة اللي حطيناها بالهرف الرابط. الدائرة نفس العملية، مشان نضيف دائرة بنحط أول شيء كوردينيتس للسنتر أو مركز الدائرة، محاور مركز الدائرة هو 337 300. بعدين بنحط الراديوس أو نصف القطر للدائرة 44 بكسل، فبالتالي عرف لي الدائرة لكوب القهوة. الآن عندك معضلة كافية لكوب القهوة، بنحط له الشكل سيركل، الكوردينيتس عندك اكس واي لمركز الدائرة، بعدين الراديوس نصف القطر والرابط. كمان عندي هون هاي المنطقة تيجي قابلة للنقر وترسل المستخدم للصفحة المعينة. الامج ماب والجافا سكريبت كمان كليك بالاريا منطقة قابلة للنقر، ما بتشتغلش او ما ممكن، مش ممكن تكون لينك لصفحة ثانية. هذا الشيء ايضا ممكن يعمل تريجر للجافا سكريبت فانكشن، يعني مثلا بنحط كليك ايفنت على الاريا لا ينفذ لي فانكشن معينه بالجافا سكريبت. هون مثلا اذا بدي استخدم الاون كليك بالجافا سكريبت، تكلمنا بشكل تفصيلي اكثر بدوره الجافا سكريبت عن الاحداث الايفنتس بالاون كليك. لما ينفذ لي جافا سكريبت فانكشن هون المنطقه لما ينضغط عليها بيعمل لي الفانكشن هاي. يعني هو مثلا لو شغلت هاد لما اضغط على المنطقة المعينة بيعمل لي الجافا سكريبت. هون مثلا لما اضغط على الكافي بيقول لي انت ضغطت على الكافي، والفانكشن الاليرت بينبه لي، بيحط لي التنبيه بناء على شو اللي انا حددته. اذا تكلمنا عن الماب بيعرف لي ايمج ماب، وكمان تكلمنا عن الاريا بيعرف لي منطقة قابلة للنقر بالصورة، والايمج واليوز ماب لازم نحطه بيعرف لي بالايمج ماب. اذا تكلمنا عن الايمج ماب بنيجي كمان للباك جراوند ايمجز، يعني صور بالخلفية. باك جراوند ايمج ممكن التعرف لي غالبا بعناصر ال HTML. لنضيف صورة خلفية في ال HTML بنستخدم CSS Property اللي هي Background Image. Background Image بال HTML بعناصر ال HTML، لنضيف Background في ال HTML ممكن نستخدم Style Attribute، بعدين بنحط له Background Image، بعدين بنحط له مكان الصورة وين موجود. ايضا عندي بالسي اس اس موجود عندي اذا هم نلاحظ خلفية للباراجرافي اللي حطيناه او الدايف. كمان تقدر تستخدم انه صورة خلفية معينة بالستايل ايفنت الباك جراوند صورة للصفحة. إذا بدك للصفحة كاملة صورة خلفية كمان لازم تحدد الباك جراوند ايمج بالبادي إليمنت، يعني ستايل للبادي مثلا عملنا صورة راح يعمل لي صورة الخلفية للصفحة كلها كصورة، لأنه ضفنا له ستايل البادي صورة هون بالستايل فعمل لي كل الصفحة صورة واحدة. ايضا عندي
الباك جراوند ريبيت تكرار الصورة. إذا صورة الخلفية مشابهة للعنصر الصورة راح تكرر نفسها أفقيا وعموديا لحتى توصل لنهاية العنصر. أشرح الفكرة، شوف المثال هاد، صورة صغيرة داخل دايف كبير، لاحظوا أن الصورة تكررت. خاصية الباك جراوند ايمج راح تحاول أنه تملي الدايف إليمنت مع الصورة لحتى شو يوصل لنهاية الدايف. عشان نتجنب باك جراوند ايمج من التكرار نستخدم ريبيت، خاصية الريبيت، ونقول له انه ريبيت يعني ما يكرر ليش الصورة نفسها. لو هون شفنا المثال بنلاحظ انه ما كرر ليش الصورة، هون الصورة معنا صغيرة بس ما كرر لي اياها لكل الدايف. لو قلت له بس هاي شيل لي انه ريبيت بنلاحظ انه كررها. ايضا عند الباك جراوند كفر اذا بدك تخلي الصورة تغطي كامل العنصر تقدر تستخدم باك جراوند سايز بروبرتي مشان تغطي كل المساحة. ايضا تأكد انك كل العنصر دائما مغطى. اذا كم مثل انك تستخدم او تشوف الصورة عشان تغطي العنصر كاملا بدون تمطيطها، الصورة راح تحافظ على ابعادها الاساسية او الاصلية. هون شو بنحط الباك جراوند اتاشمنت بنحطها فيكسد والسايز بنحطه كفر، فبالتالي غطى وخلى لابعاد الصورة نفسها. لو قلت له بس الاتاشمنت هاي مش فيكسد، فبالتالي هون شايف حافظ لي على بعض الصورة. لو شلت هاي الخاصية ملاحظ انه مط للصورة بس ما خلاها فكسد. ايضا عندي الاسترتش، اذا بدك تخلي الصورة تمطط لتناسب الصورة الكلية للعنصر بتقدر تستخدم الباك جراوند سايز الخاصية 100%. كمان عندك تحاول انه نافذة المتصفح، وايضا بتشوف انه الصورة راح تمطط، لكن دائما خلي عبي كل العنصر انتاير إليمنت. يعني هذا المثال بدنا اياه ستريتش، فبالتالي راح تمتط الصورة لتغطي الدايف كله. هون بنلاحظ ان الصورة امتطت، لو غيرت الحجم لاحظ ان الصورة بتمتط لتعبي كل الدايف. CSS راح نتكلم عنه بتفصيل اكثر بدورة منفصلة. إذا تكلمنا عن الصور والإيمج ماب، خريطة الصور وصور بالخلفية، راح نيجي كمان لعنصر الصورة اللي هو البيكتشر إليمنت. بالبيكتشر إليمنت بيسمح لك إنك تعرض صور مختلفة ل يعني أجهزة مختلفة أو شاشات مختلفة، مقاسات شاشات مختلفة. هذا الشيء بالبيكتشر إليمنت.
او البيكتشر تاج بال HTML. HTML 5 بتزود لي البيكتشر لتضيف اكثر قابلية للفلكسبيليتي لما تحدد لي الصورة مصادر الصورة. البيكتشر تحتوي على عدد من المصادر sources. كمان عندي كل واحدة بتشير لها صورة معينة، وهي الطريقة بتخلي المتصفح يختار من الصور الصورة الأفضل لأنها تناسب الفيو الحالي أو الديفايس. عندي مثلا كل مصدر أو سورس له خصائص معينة بتوصف حجم الصورة الأفضل أو المناسب أكثر لمقاس الشاشة. يعني هون مثلا هذا المثال عندي، هون غير لي الصورة لهاي الصورة. لو غيرت مقاس الشاشة هيك مثلا، لاحظوا انه غير لي الصورة للمقاس الافضل. اذا مينيمم ويث، مينيمم ويث والويث اوتوماتيكي. كمان عندي ملاحظة، دائما حدد الايمج element كآخر صور، يعني عنصر موروث من البكتشر. الايمج هي بتستخدم بالمتصفحات اللي ما بتدعمش البكتشر element، او انه مش موجود السورس، يعني ما اتصل السورس. لما تستخدم البكتشر element في عندي غرضين معينين او رئيسيين لعنصر البكتشر، اللي هم الباندويث والفورمات سبورت. الباندويث اللي هو العرض او المجال، والفورمات سبورت دعم اللاحقة. اذا استخدمت شاشات صغيرة او محركة، ما يعني اجهزة صغيرة، اذا مش ضروري انك تحمل صورة كبيرة، المتصفح راح يستخدم اول سورس اليمنت مع اتصاله بقيمة المتغير، وبتجاهل كل العناصر اللاحقة. كمان عندي فورمات سبورت، بعض المتصفحات او الاجهزة ربما ما بتدعم كل يعني تهيئة الصور باستخدام البكتشر. ممكن انك تضيف صور من كل الفورمات، يعني PNG JPG الى اخره GIF، والمتصفح راح يستخدم اول فورمات مدرك ويتجاهل كل اللي بعده. هذا المثال عندي PNG JPG والجيف. لو شفت المثال هذا ونلاحظ انه حمل لي اول واحدة لو شلت هاي وحطيتها بعد JPG راح نلاحظ انه اخذ لي JPG. هو بياخذ اول واحدة مدركة. ملاحظة، اذا المتصفح راح يستخدم اول سورس اتصل مع القيم ويتجاهل اي سورسات لاحقة للعناصر. اذا هاي تكلمنا عن الصور بال HTML. HTML images.